بناء علاقات اجتماعية جيدة مع الآخرين وكسب قلوبهم هو أمر شديد الأهمية لحتى تكون حياتنا يعني فيها تواصل جيد وتتسم بالتفاعل الإيجابي بالأسرة وبين الأصدقاء وزملاء العمل. لهيك في مجموعة أمور لازم نحطها ببالنا لحتى نكسب الأشخاص يلي حوالينا واللي حيخبرنا عنهم أكثر ورد. صحيح يا آية، اليوم رح نخبركم عدة نقاط جمعناها من دراسات عالمية اجتماعية ومن اختصاصيين بعلم النفس والاجتماع لتكوين علاقات واتصالات مع الناس الآخرين. كثير من الناس اللي بيتابعونا بيقولوا أنا عايش لوحدي، ما حدا قريب مني، ما حدا بيحب يسمع كلامي أو حديثي. من أهم الأمور يلي بتساعد على اكتساب محبة الناس حدد الخبراء بعدة نقاط. النقطة الأولى التواصل البصري أو آي كونتاكت، هذا اللي بنقول عنه، اللي بيعزز الروابط بين الناس وبيخليهم يشعروا بالراحة وأنه حديثهم مقبول ومسموع بنفس الوقت. لهيك حافظوا على التواصل البصري خلال الحديث مع الآخرين لحتى تتركوا انطباع جيد عندهم. النقطة الثانية إظهار الرضا، بينفر الناس عادة من الأشخاص كثيري الشكوى والمتذمرين اللي بنقوا على طول يعني، وبيميلوا أكثر للناس يلي بيقدروا النعم الموجودة عندهم. لهيك كتير مهم نظهر للناس مشاعر الرضا ونقول الحمد لله على كل حال والحمد لله على كل وضع نحن موجودين فيه. التعامل بلطف هي النقطة الثالثة، بينجذب الناس عادة للأشخاص يلي بيتعاملوا مع الآخرين بمحبة واهتمام بعيدا عن المصالح الشخصية، فاللطافة وحسن التعامل والدماثة بيخلينا نكسب محبة الناس ومنتسارع لنكون علاقات معهم ومنلاقي رد إيجابي منهم وبيصيروا أصدقائنا. رابعاً التصرف بعفوية، المقصود التوقف عن التصنع إن كان بالصوت إن كان بالطريقة إن كان بالحكي حتى ما ينفر الناس مننا، ولازم نكون حريصين على التصرف بتلقائية، يعني اضحكوا وامزحوا ولكن عبروا عن مشاعركم بالوقت المناسب وتمتعوا بالذكاء العاطفي بصدق، لأنه هالشفافية رح تخلينا محبوبين عند الوسط المحيط. النقطة الخامسة خلونا نتقبل الرأي الآخر، مو بس نحكي وما نسمع، فالناس آراءهم متباينة بمختلف المواضيع ونحن كأشخاص منريد أنه يكون عنا ناس تسمعنا وتحبنا، علينا أنه نتقبل آراءهم ونحترم مشاعرهم ولو كان تفكيرنا غير تفكيرهم، فالانفتاح رح يعطينا أسلوب آخر للتعامل ويخلينا ناس محبوبين بوسطنا. سادساً الثقة بالنفس، فالواثق من نفسه هو الشخص اللي عنده كاريزما وقدرة على كسب محبة الناس وود الناس. لهيك خلونا نحافظ على ثقتنا بنفسنا المليئة مو الوهم، عم نحكي عن الثقة بالنفس، وخلونا ننتبه للحركة بالجسد والتواصل البصري والتحدث بنبرة صوت واضحة وصوت مسموع. النقطة السابعة والأخيرة لدراستنا لليوم بتقول خلونا نهتم بالآخرين ولما يحتاجوا مساعدتنا ما نتردد بمساعدتهم ونستمع جيداً لألون ونقدم النصيحة، ولكن يجب الانتباه إلى أنه بعض الأشخاص ما بيحبوا النصائح وبيعتبروها تدخل بالخصوصية، فنتعامل معهم بلطف ونهتم لأمرهم بطريقة ما تخليهم ينزعجوا مننا ونقدم النصيحة فقط لما تطلب مننا. والله كتار يعني، بس تعرف شو أهم شيء إذا عن جد الواحد حابب يكسب قلوب الآخرين؟ تضلك مثل ما أنت يعني، خليك نفس ما أنت يعني، هدول القصص إذا مو هن الموجودين فيك لا تصطنعهم، يمكن بيبينوا يعني، تدرب عليهم وانتبه لهم. يعني نحن عم نحاول نجيب دراسات عالمية ونذكرها على مسامعنا ومسامع المشاهدين، لا ننتبه إذا في نقطة نحن ممكن نشك بحالنا، هذا هو السبب اللي عم ينفرو. هاي هي يا آية.